ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. معكم فاطمة الزهراء الدريدي الرزقي، أدرس بالصف السادس بمدرسة خديجة بدولة قطر في إطار مبادرة تراث بلادي، وتحديدا صنعة بلادي المجدية. أرسل لكم عملي المتمثلة في سلة صنع يدي، وأشكر الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة التي تشجعنا على تنمية تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. والتراث التونسي هو جزء مهم من هويتنا، وجميل أن يقع تحفيزنا للمحافظة على تراث بلادي لإدامته للأجيال المقبلة. من قطر أقول أن تونس في القلب، ويوفى مال الجدين وتبقى صنعة يدي. أهديكم سلتي المرصعة بالحلوى، كل عام وأنتم بخير. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة. يا مسواعة سوق ومر، يا تونس الخضراء، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر
والود والعشرة، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود والعشرة. ما فيك من وديان وادم جردة ومليان، ما فيك من وديان وادم جردة ومليان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان. يا مصواعد سمر يا تونس الخضراء، يا مصواعد سمر يا تونس الخضراء.